دلوقتي هنتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده واهم المباريات كمان. هتلاقي في انطلاق منافسات ذهاب ربع نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتغلق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم في الموسم الرابع لمسابقة التصوير الفوتوغرافي لاختيار أحسن صور علمية في عام 2024. وكانت دعت الأكاديمية جميع المهتمين للمشاركة في المسابقة والاطلاع على الشروط من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي. النهاردة تنطلق منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكونفدرالية بمواجهات عربية خالصة وأخرى قوية ومثيرة، حيث يتطلع في المباراة الأولى فريق أبو سليم الليبي للفوز على نهضة بركان المغربي حامل لقب نسخة 2020 في مواجهة عربية خالصة على ملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي الليبية. وبيسعى اتحاد الجزائر حامل اللقب لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة حينما يحل ضيفاً على ريفرز يونايتد النيجيري على ملعب ياكوبو جون. في المباراة الثالثة بيتطلع الملعب المالي لتكرار إنجاز عام 2009 واللي توج خلاله بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية حين يستضيف نظيره دريمز اف سي الغاني على ملعب 26 مارس في باماكو. وتختتم مباريات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية بمباراة مصرية خالصة حيث يستضيف فيوتشر نظير الزمالك بطل نسخة 2019 على استاد السلام في القاهرة. والنهاردة والعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 30 من عمر المسابقة. هيلتقي ليفربول مع برايتون الساعة 3 العصر، وفي الخامسة والنصف مساء قمة الجولة اللي بتجمع ما بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال.